بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن موضوع اللي حصل في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيقوم بالدعوة الإسلامية. غيروا التاريخ اللي كتبوه بعديه، غيروا التاريخ وحاولوا إنهم يشيلوا ويحطوا في أماكن على أساس إن الحاجات اللي حصلت غلط منهم يخبوها ويظهروا لنا الحاجات التانية. إنما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن فضحهم، يعني من أول الدعوة لآخر الدعوة، وهم كل مؤامراتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربنا يفضحهم في القرآن. ولذلك هم طلبوا الأمر ففضحهم الله في القرآن. إيه هو الأمر؟ الأمر إنهم يكونوا هم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني نبتدي نشوف إيه مثلا. لما بدأ يقوم بالدعوة بتاعته، جمعهم كلهم وطلب منهم إنهم يؤمنوا بوجود الله إلى آخره. القصة كلنا بنعرفها. بعض آمن والبعض قال له بنآمن بشروط، إن الأمر يكون بعديك لإلنا. فقال لهم أنتوا بتاخدوا نعمة ربنا بشروط؟ فهنا ربنا على طول سبحانه وتعالى، خد بالك بقى من الآيات اللي هقولها، بعت لهم الآية على طول. يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله. كأن ربنا على طول، يعني حتى لو غيروا في التاريخ القرآن بيفضحهم هنا. يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله. فدخلوا في الإسلام نفاق، يعني كانوا بيظهروا قدام رسول الله إنهم مأمنين وإنهم معاه وإنهم صحاب وإنهم، وجواهم في تصميم إنهم ياخدوا الأمر من وراه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى كمان بعت لهم في القرآن آية تفضحهم، وقال للرسول صلى الله عليه وآله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. انتبه، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. بدأت المؤامرات على قتل الرسول صلى الله عليه وآله. عملوا كذا حادثة وكذا حالة، وكان ربنا يحميه، الحماية كانت من عند ربنا، ما قدروش عليه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم ينبه للرسول وينبههم، يقول لهم ايه؟ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. شوف الكلمه، قل لو ان عندي ما تستعجلون به. كان بيستعجلوا على ايه؟ على انهم يقضوا على رسول الله. لو ان عندي ما تستعجلون بهم لقضي الامر بيني وبينكم. وشوف نهاية الآية، والله أعلم بالظالمين. فهنا حب ربنا هنا يلفت نظرهم إن الكلام ده كل ده أنا الخالق، وأنا اللي مسؤول عن الدنيا وعن اللي فيها وعن كل شيء، مش أنت اللي تعين نفسك ولا هو اللي يعين نفسه ولا حد أبدا. إنما إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره له الخلق وله الأمر. والأمر تبارك الله رب العالمين، له الخلق وله الأمر. الأمر يعني هو اللي يقدر يحط مين ويشيل مين، تبارك الله رب العالمين. وأخبرهم إن تدبير الأمر بيد الله، ربنا هو اللي بيدبر الأمر. وبعدين قال له إيه؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني يدبره من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يعني تخيل أنت بقى لو كان اليوم عند في السماء ب1000 سنة عندنا في الأرض، يعني قد إيه عمرك أنت بيكون؟ ثواني فوق. رفضوا الكلام ده وصمموا بينهم وبين نفسهم ان هم يتولوا الامر بعد رسول الله. فهنا ربنا سلم الامر كله بايد الرسول. ثم جعلناك على شريعة من الامر، شوف بقى هنا، ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. خليهم في جهلهم يعني.
يعني ضل هم كل ما يخبوا في قلبهم شغلة يبعت لهم ربنا آية من القرآن، على أساس إن لو التاريخ اتغير وقالوا إنهم كانوا من الصحابة وكانوا من الصادقين وكانوا من أحباب رسول الله وكانوا القرآن بيفضحهم، أنا بقول لهم لا، كانوا يخفوا النفاق، دخلوا في الدين الإسلامي كذب، كانوا بيخططوا لا ياخدوا الأمر من وراه، كانوا بيخططوا لقتله. حتى عدت الأيام حتى جاءت موقعة الغدير أو وقفة الغدير، هنا صعقوا، يعني ذهبت عقولهم لما قال لهم ده أمر من الله إن علي يكون بعدي. فبني أمية بالذات عملوا مؤتمر بينهم وبين بعض وقالوا إيه؟ قالوا أبدا ما بنسيب الموضوع ده بعد ما يموت في ايدين حد من قريش، لازم يكون في ايدينا احنا. وقالوا ايه؟ اوعوا تدوا له الخمس، لان هو نزل في القران ان الخمس يكون لمحمد وال محمد وكل النسل بتاعهم. فقال اوعوا تدوا له الخمس، لان لو اخذوا الفلوس هيتغنوا وهيصيروا هم يستولوا علينا، لا خليهم دايما محتاجين لنا، وخلينا دايما احنا ايدنا اللي اعلى، وخلينا، وده عهد بيننا وبين بعضينا، ما حدش ابدا يخلف العهد ده، الحكم لنا والخمس ممنوع عندهم. انما اللي تولى الحكم الاول والتاني قالوا ايه؟ لا نديهم شويه من الخمس. هنا اسمع القران بيقول ايه؟ اذا تتلى، لا لا هنا بتقول لك، هنا لسه هنا اقول لك ايه؟ قبل ما قال، قبل الموضوع ده، لما جت وقت موقعه الغدير، قالوا لهم ربنا هنا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله. هنا الإمام الصادق بيقراها في علي، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، اللي هي هنديهم شوية من الخمس إنما الأمر التاني يكون لنا، والله يعلم إسرارهم. هنا إسرارهم بالسين، يعني السر اللي خبوه ربنا اللي كان عالم بيه. هنا الصادق عليه السلام بيقول لك هو والله ما نزلت غير فينا احنا، واللي قالوها الكلام ده هم بني أمية، والأول والتاني كان مشترك معاهم في الموضوع ده، إنما ربنا فضحهم برضو في القرآن. ولذلك في الآخر خالص قد ما زهقوا وقد ما فرفطت روحهم، راحوا قالوا له إيه؟ اسمع، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، مش عارف، مش مهتمين بيوم القيامة، مش مهتمين بلقاء، مش مصدقين، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. انت بص في كتب التفاسير تجد ان الموضوع ده بيتكلموا عليه على اساس ان غير القرآن، ما ينفعش الكلام ده، لان القرآن كتاب بلاغة. ائتي بقرآن غير هذا يعني غير، اما قلت او بدله يعني حاجة تانية بقى غير القرآن. هم كانوا قاصدين ايه؟ يا اما تغير قرآنك ده يا اما تغير عليه. فهنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رد عليهم وقال لهم ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وبعدين قال لهم يا جماعة علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. برضو ما صدقهوش وبرضو ما ردوش عليه. فربنا هنا نزل لهم كلمة تدخل جوه عينيهم، لا تبديل لكلمات الله. واحنا عارفين ان في القرآن بنفسر بين او بنفرق بين كلام وكلمات، وقلتها قبل كده مرارا في المواضيع التانية. الكلام هو كلام القرآن، والكلمات هي خلق من خلق الله، هم انبياء واوصياء. وزي ما قلنا لك ان الله، خطاب ربنا لمريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. فهنا الكلمات هي مخلوقات، ولذلك كلام ربنا حق، وربنا عايز ينفذ كلامه صح، وعايز ينزل كلامه صح قدام العالم، ويحق الله الحق بكلماته. شوف هنا، يحق الله الحق يعني ينزل كلامه بالحق بمين؟ بكلماته، مش بيكم انتم، يحق الحق بكلماته يعني بأهل البيت. طيب مات الرسول او قتل الرسول، بمعنى تاني قتل وتسمى، قتل الرسول بالسم ومات، وماتت الزهراء اللي هو المصباح، الزجاجة اللي كانت تحمل مصباح،
مات، انكسرت الزجاجة، وأصبح المصباح لحاله. فهنا اسمع كلام علي سلام الله عليه في وقت الشدة دي، قال إيه في نهج البلاغة، بيقول إيه: اللهم إني أستعديك على قريش، فإنهم أضمروا لرسولك ضروبا من الشر والغدر، فعجزوا عنها، لأن ربنا حماه، فعجزوا عنها وأنت حلت بينهم وبينه، فكانت الوجبة والدائرة علي. اللهم احفظ حسنا وحسين ولا تمكن فجرة قريش منهما، وأنا على قيد الحياة ما دمت حيا، فإذا توفيتني فأنت الرقيب عليهم وإنك على كل شيء شهيد. شوفي الموضوع ده يقطع القلب لما تسمعيه. يعني هو كان عايز يطلب من ربنا ان ما يتمكنوش من حسن وحسين وهو موجود، لان هو كان عنده امر من رسول الله انه ما يقومش بالحرب او يسيل دماء المسلمين في سبيل اي حاجة تانية الا الحتة اللي قلت لكم عليها قبل كده، اللي هي القاسطين والناكسين والمخالفين بتاعت موقعة الجمل، موقعة الصفين والى اخره. دول كانوا كفرة لانهم كفروا بامام من عند ربنا سبحانه وتعالى، فكان لازم يقتلهم. اما هو يبتدي القتال ما عنده امر، لا. فقال له: يا رب انا بطلب منك ما تمكنهمش من حسن وحسين وانا موجود، لان ده هيكون هضطر ان انا ادافع عنهم، انما لما اموت انا انت الوكيل عليهم. وبالفعل هم كانوا مضمرين في نفسهم من أول السقيفة، من أيام السقيفة أدمروا إن الموضوع يكون يخص بهم ويشيلوهم كلهم أهل البيت من الطريق. كانوا يضمروا في أنفسهم إنهم يقضوا على كل نسل رسول الله صلى الله عليه وآله، ما قدروش على نسل رسول الله على الحسن والحسين، وعدوا 50، فابتدوا في النسل فين؟ في كربلاء. قضوا على كل نسل رسول الله في كربلاء. يعني ده الموضوع كان مدبر من أيام السقيفة من زمان. بيقول لك إن الإمام علي سلام الله عليه فيه شبه كبير بالمسيح، حياته واللي حصل معاه بتشبه كتير في جزء من حياة المسيح. المسيح عليه السلام لما دخل على بيت المقدس وطلب منهم إنهم يآمنوا بالإنجيل وباللي جايبهم بيه، ف رفضوه. 90,000 من علماء بني إسرائيل رفضوا إنهم يتبعوه، 40,000 من العامة رفضوا إنهم يتبعوه. فالمسيح قال إيه؟ إن الخبز الذي لا يأكله أهل الدار لا يجوز أكله إلا للكلاب. يعني طالما أنا الخبز اللي هو العلم اللي أنا جايبه لكم مش عايزين تاكلوه، فما فيش داعي إن أنا أديه لكم. فراح عمل إيه؟ راح للرومان اللي كانوا محتلين وقتها البلد فلسطين، فقال لهم ايه؟ قال لهم: اذهبوا وادعوا الامم وليكن خبز الله للغرباء. هنا بيقول لك ان المسيح الشبه اللي بين المسيح اللي هو كان في قلب قومه وفي قلب ناسه ورفضوه، حتى ان مقدار الشبه كمان بين المسيح وبين علي، ان نفس اليوم اللي قتل فيه علي نفس اليوم اللي ارتفع فيه المسيح الى السماء. هنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حصلت موقعه، دلوقتي هحكي لك عنها، اللي هي موقعه ذات السلاسل. هنا الرسول قال كلمه، قال له ايه اول ما شاف علي؟ قال له: لولا ان تقول فيك طائفه من امتي يا علي ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك قولا أخذ التراب من تحت قدميك طلبا للبركة. فقعدوا هم بعد ما سمعوا الكلمة دي من رسول الله، قعدوا يحرضوا بعض، يقولوا بيشبهوا بعيسى ابن مريم. أي والله، واحد بيقول التاني: أي والله الآلهة اللي كنا نعبدها قبل ما ندخل في الإسلام لسه أحسن منه. وبعدين قال: مش لاقي حد يضرب بيه مثل غير عيسى ابن مريم لابن عمك؟ فهنا ربنا فضحهم برضه وكشف سرهم اللي بيحكوا مع بعض. قال ايه؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. شوف كيف تشبيه ربنا لهم، بل هم قوم خصمون. الولاية يا جماعة هي الغربال اللي بتطلع الصح والغلط،
هي الغربال اللي بتنقي الناس وبتفهمهم ان ماشيين صح ولا ماشيين غلط. لان حتى دلوقتي يعني انا عملت قبل كده موضوع عن الناس اللي بيكونوا عاملين هون حالهم شيعة وهم بعيد عن مذهب اهل البيت، بس انه الشيعة يعني امه وابوه خلوه شيعي خلاص هو شيعي، يقول لك انا ايش ما اعمل محطوط في جيبي الجنة والبعرفش ايه. ده كله كلام غلط غلط، لان بيشبه لك برضو الامام الصادق الموضوع ده، بيقول لك ايه، زي واحد عنده اكل حطه في بيت ونظفه وحطه مدة من الزمن، جه بعد مدة لقى فيه ضرب فيه السوس فاخده نظفه وشال منه السوس وغربله وحط الكمية اللي باقية في نفس البيت وسابه مدة من الزمن، وبعدين رجع تاني لقى برضه فيها بعضها ضرب فيها السوس فنظفه وشاله، إلا لغاية في الآخر خالص ما يوصل حبة هالقد النظيفة، هو ده اللي هياخدها، هو ده اللي حاصل فينا إحنا في غيبة الإمام سلام الله عليه. المقاعة بقى اللي اتكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مشبه الإمام علي بعيسى عليه السلام هي موقعة ذات السلاسل. إيه الموقعة دي؟ خد بالك من الحتة دي، لأن دي كان ربنا عايز يبين قدام عينيهم وفي القرآن إن لا أبو بكر ينفع ولا عمر ينفع، واللي ينفعك هو علي، اللي هي سورة العاديات دي. أسبابها إيه؟ جاء خبر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن ناس ساكنين في الوادي اليابس، خد بالك الوادي اليابس اللي هيطلع منه السفياني الأيام اللي جاية دي، ناس ساكنين في الوادي اليابس عاملين مخطط إنهم يقضوا على محمد وعلي. فجمع الناس لما جالوا الخبر قال له أقم الصلاة، نادي بالأذان، فنادى بالأذان، فاجتمعوا الناس في المسجد قال لهم اسمعوا أنا جاني خبر كذا 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 كذا، فإيه رأيكم؟ احنا لازم نبعت فرقة مننا تروح تهجم عليهم وتكسرهم وتحطمهم وتجيبهم أسرى. قال أنا جاني أمر من السماء إن أنا أبعت أبو بكر. فبعت أبو بكر مع مجموعة من الفرسان وراحوا ضلهم ماشيين لغاية ما وصلوا على أول شفير الوادي اليابس. فلما سمعوا هدولاك إنهم دخلوا جايين عليهم فرقة قتلهم، طلعوا لهم بس 200 واحد 200 فارس منهم بس مدققين بالأسلحة، فطلع القائد بتاعهم طلع في أبو بكر قال له أنت جاي تعمل إيه؟ قال له أنا جاي أعرض عليك الإسلام، يا إما تدخل في الدين يا إما أحاربك. قال له أول حاجة إسلامك ده أنا بيهمنيش ولا هدخل فيه، إنما لولا إن في بيننا وبينك صلة قرابة ودم لكان قطعتك حتت أنت وياهم وبعتك محمولين عندهم هناك، اسحب حالك واطلع قبل ما نقطعك ونوديك لإلهم مقطع. فأبو بكر قال لهم ارجعوا، فقالوا له هيزعل منك رسول الله؟ قال لهم اسمعوا اللي بيشوف غير اللي قاعد، انا شفت الموقف ما نقدرش نحاربهم ارجعوا. فرجع، فلما دخل على المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم قال، او الرسول عارف كل هيحصل، دخل قال له ايه؟ قال له طلعونا بالسلاح وكانوا وقالوا ما احنا ما نقدرش عليهم لانهم مدججين بالسلاح وا 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 وا. فزعل الرسول كده قال له خالفت امري يا ابو بكر. فبعد شوية قال لهم جاني الأمر بعمر إنه يطلع على فرقة من الكتيبة من الجيش. طبعا هو ربنا عمل كده ليه؟ عشان يبين لكم يا جماعة أنتم متبعين ده ومتبعين ده، ده غلط، لأن ربنا بيبين لكم إن الأزبط هو اللي حيكون. طلع عمر معاه، حصل مع نفس اللي حصل مع أبو بكر وكشكش ورجع. فقال الأمر الآن لعلي، اذهب يا علي. فعلي أخذ فرقة من المقاتلين معاه وراح لف بطريقة، ما دخلش زيهم من على شفير الوادي، لف بطريقة بعيد بعيد، حتى إن بعض الناس اللي كانوا معاه كان يقول إيه ده ممشينا في مكان كل سبوع على إيش؟ يجي يقولوا له يا أمير المؤمنين المكان ده خطر، يطلع فيه ويسكت. يقول له يا أمير المؤمنين لو نمشي من هنا، يطلع فيه ويسكت، ما يردش على حد فيهم خالص، حتى إنهم زهقوا يتكلموا معاه هو مش رادد على حد، يعني مجرد ان يطلع فيه وكان يطنش كلامه. كان يأمرهم بايه؟ في النهار يعملوا كمين ويتخبوا وفي الليل يمشوا، في النهار يتخبوا وفي الليل يمشوا. لما وصلوا قبل الفجر على الوادي اليابس، لما وصلوا قبل الفجر قال لهم حطوا كمامه على تم الحصان، اكلوا الحصانه بتاعتكم واشربوهم ميه وحطوا كمامه على تمهم
وقوموا صلوا معايا صلاة الفجر. صلوا صلاة الفجر معه وعملوا زي ما هو قال، وهجم على الناس اللي هناك وقتلهم واخدهم اسارى ولفهم بالحبال، عشان كده بيسموها موقعة ذات السلاسل، كانهم كلهم مربوطين في الحبال مع بعض كانهم بسلسله مجرورين. ففي الوقت ده الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان بيقيم صلاه الفجر، طبعا مش في نفس الفجر ده، تاني يوم. فقام هو بيصلي صلاه الفجر فقرا عليهم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. قالوا له: إحنا ما سمعناش الكلام ده منك قبل كده. قال لهم: نزلت علي الآن، لأن علي في الطريق دلوقتي وجاي عندنا، وهو اللي انتصر، هو جايبهم كلهم مكتفين بالحبال. فكلهم كبروا طبعا، خلصوا الصلاة وطلعوا في استقبال علي. فعلي طبعا لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم جاي من بعيد مع الجماعة بتاعته، نزل من على الحصان بتاعه احتراما للرسول. ولما تقابل مع الرسول عبطوا وباسوا، وباسوا من راسه وباسوا من عينيه، وقال للمسلمين: اهو ده اللي ربنا عايزه يكون عليكم، افهموها بقى. تعال نقول لك دلوقتي معنى السورة ايه. والعاديات ضبحا، العاديات كي من كلمة العدو يجري، ضبحا الضبح اللي هو نفس الخيل لما تجري. البني ادمين حتى احنا لما نجري بيطلع لك نفس، الخيل لما تجري كمان بيطلع لها نفس اسمه الضبح. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، احنا بنعرف ان الخيل بتحط في رجليها من تحت اللي هي الحدوة دي، المنطقة اللي كانوا بيجروا فيها وطالعين فيها كلها حجار، فكان الحجر لما يضرب في الحافر بتاع الخيل يعمل زي الشرارة، شرارة نار. فالموريات كيف لما تولع الولاعة، فالموريات قدحا فأصرنا به نقعا. يعني ايه؟ يعني من كتر ما دخلوا بسرعة 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 الغبار كله كان قدامهم. فوسطنا به جمعا، دخلوا على الناس اللي قصدنهم في الجمع في النص. إن الإنسان لربه لكنود، هو يقصد بها اللي راحوا قبل كده وفشلوا، لربه لكنود يعني بيخبي نعمة ربنا وبيكفر بنعمة ربنا ومش مصدق اللي ربنا بينزله له، وإنه على ذلك لا شهيد، يعني هو بيشهد على نفسه إن هو جوه شكل وبره شكل. وإنه لحب الخير لا شديد، حب الخير اللي هو إيه؟ حب الفلوس، حب المال، حب المنصب، حب الدنيا إلى آخره. هنا بقى لما تقابل الرسول مع علي قال له: والله يا علي لولا أن تقول طوائف من أمتي فيك ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك قولا أخذ التراب من تحت قدميك، من تحت قدميك ابتغاء للبركة. بنقف لغاية كده النهاردة، بنشوفكم في حديث تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.